وفيالي وطعمه هنا ما اكل هيك. لا عشان شو صار له؟ تم افتتاح مركز معالجة الأمراض في مشفى إدلب المركزي من شو أسبوع، والمركز حالياً عم يقدم خدمات علاجية لأمراض الثدي، لأورام الثدي وللمفوما، وهو مركز استشاري لكافة أمراض الأورام. حالياً الجناح اشتغل وهي صار أعطينا 4 جرعات، وهو المركز الوحيد بالشمال السوري المحرر حالياً، وعم بيقدم العلاجات وبيخفف معاناة كثير عن المرضى. كانوا قريبا يذهبوا لتركيا لإجراء المعالجة أو يذهبوا على مناطق النظام يعانوا من خطورة النقل وخطورة الأدوية، كانوا يجيبوها بطريقة غير مشروعة كمان، ويجيبوها بطريقة حفظ كمان سيئة. حاليا المركز جاهز لاستقبال كافة هذه الحالات والاستشارات، وصار أعطينا 4 جرعات والأمور كلها جيدة وممتازة. ليك شو بتساوي الواحد؟ جميل.